أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم الاعتزاز بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين سوريا وروسيا، وخلال تبادلهما رسالتين بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بين المعلم أن استمرارها يعود لقيامها على أسس مبدئية عمادها الاحترام المتبادل واحترام القانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإقامة عالم متعدد الأقطاب. وبين المعلم أن سوريا قيادة وشعبا تنظر بكل التقدير والعرفان إلى المواقف التاريخية لروسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين الداعمة لسوريا في مواجهة الحرب الكونية التي تتعرض لها من أصحاب الفكر الظلامي والإرهابي الأعمى المدعوم من أطراف دولية وأقليمية، مضيفا أن سوريا التي اكتوى شعبها بنار الإرهاب الوحشي مصممة اليوم أكثر من أي وقت على دحر الإرهابيين دفاعا عن سيادتها وكرامة شعبها وأمن المنطقة، بعدما ثبت جليا أن الفكر التكفيري يمثل تهديدا جديا للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، الأمر الذي يستوجب ممن قدم الدعم وتغاضى عن هذا الإرهاب إعادة النظر بسياساته، مشيرا إلى أن ثقة سوريا بالنصر لا تتزعزع بفضل صمود شعبها ودعم أصدقائها وفي مقدمتهم روسيا الاتحادية. وقال المعلم إن الواقع الدولي المعاصر والتحديات الكبرى الماثلة والتي تستوجب مواجهتها تجعل من تعاظم دور روسيا الاتحادية ضرورة ملحة لقيام عالم يسود العدل والسلام. وختم المعلم رسالته بقوله إننا نجدد حرصنا على المضي قدما بعلاقاتنا الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية بما يخدم مصالح بلدينا الصديقين وتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الوزير لافروف عبر عن تهانيه القلبية لجميع السوريين بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال إن الاتصالات بين روسيا وسوريا لديها تاريخ عريق وغني وتتطور بنجاح في إطار العلاقات الثنائية، حيث كانت بلاده من أولى الدول التي اعترفت باستقلال سوريا. وأضاف لافروف إنني على يقين بأن تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل التي اكتسبت ديناميكية خلال العقود الأخيرة ستمضي قدما في دعم وتوطيد التعاون، آملا في مواصلة تعميق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة وحل مشاكلها وفقا لمبادئ القانون الدولي. وقال لافروف إننا إذ نؤيد وبثبات سيادة سوريا الصديقة واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها نقف باستمرار إلى جانب الشعب السوري كي يتجاوز المحن التي يواجهها من خلال الحوار الوطني الشامل والإصلاحات وبدون تدخل خارجي، معربا عن تمنياته للشعب السوري الصديق بالسلام والازدهار.